حصلت الطالبة السورية نور ياسين القصاب في سن 18 على شهادة البكالوريا بالعلامة الكاملة 10 نقاط، أي أعلى نقطة يمكن تحصيلها بالنسبة لنظام التعليم الألماني. وقد هاجرت نور كما صرحت في حوار لها مع إذاعة غوندفونك برلين، هاجرت مع عائلتها قبل 3 سنوات من سوريا نحو بلدة شفدة الألمانية لتواجه صعوبات في سنتها الدراسية الأولى بسبب اللغة الألمانية التي كانت تجهلها تماما، لتصبح بعد 3 سنوات بفضل نبوغها من أنجب نجيبات ألمانيا وتحصل على جائزة بيسيكيا العلمية التي تقدر قيمتها ب1200 يورو.